ما هدف سورة البقرة وما أهم موضوعاتها؟ هدف سورة البقرة أن تكون تقيا مسارعا للخيرات، وموضوعاتها عبارة عن 6 موضوعات بست مراحل. المرحلة الأولى تعليم للتقوى مباشر، وده 29 آية. المرحلة الثانية تعليم بالتقوى غير مباشر، وده 112 آية، واخد 3 نماذج: قصة إبليس، قصة بني إسرائيل، قصة إبراهيم. تعليم تطبيق هذا على النفس، وده 5/4، وتطبيق على الأسرة وده 40، تطبيق على المجتمع دول 5/4، واختبار أخير. الجزء الأول والثاني 29 و112 دول عاملين الجزء الأول. التطبيق على النفس والأسرة والمجتمع والاختبار الأخير دول عاملين جزء ونص. أقول هذا واستغفر الله لك. ما موضوعات الربع الأول؟ موضوعات الربع الأول تعليم مباشر لزي تكون تقي وتقول سمعنا وأطعنا. أول 5 آيات كيف تكون تقي والجزاء. كيف تكون تقي ب5 شروط. وجزاتك لهم أولئك هم المفلحون. ثانيا لا تكون كافرا. طب ازاي الناس كفرت؟ عملوا معاصي فقلوبهم اطمست وسواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. طب ايه جزات الكافر اللي قلبه اطمس دوت؟ لهم عذاب عظيم. النوع الثالث لا تكون منافقا. طب المنافق بقى منافق ازاي؟ عاوز يخدع الكل، يخادعون الله والذين امنوا، عاوز يكسب الجميع. طب ايه جزاتهم؟ لهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. دول الـ3 أصناف ازاي تكون وازاي تعمل. خلاص. بعد كده عندنا 3 حاجات للمنافقين هناخدهم لوحده. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب إتقان تفسير سورة البقرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. ما موضوعات الربع الأول في سورة البقرة؟ ده الحلقة الثانية منه. خدنا المنافق ازاي بقى منافق وجزاته. النهاردة هنكتب هنتكلم على 3 حاجات في المنافق. ازاي نحدد المنافق، كيف نتعامل معه ونتكلم معه، ازاي كيف نعالجه، ازاي نعرف المنافق ازاي، بـ3 علامات. اول علامة المعاصي، كل يعمل معاصي وياكل ربا ويعمل كل حاجة وتيجي تنصحه يقول لك المسألة فيها قولين وانا اخدت القول التاني. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، يعني ما تعملوش معاصي، قالوا انما نحن مسلمون. تاني حاجة كل ما نقول له تصدق، تعالى اتعلم معانا، مستحيل انا مش فاضي. واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس، يعني نعملوا صالحات زي الناس، قالوا ان امنوا كما امن السفهاء. دول بيضيعوا وقتهم بيضيعوا رزقهم. تالت حاجة الكذب، دايما بيكذب. خلصنا كده. طب ازاي اتعامل معاه؟ هو في نوعين، نوع ما فيهوش امل ونوع فيه امل. اللي ما فيهوش امل اللي هو المثال الناري، والنوع اللي فيه امل اللي هو المثال المائي. طب كيف نعالجه؟ بـ3 حاجات: بالخوف والمحبة، وفي الربع الجاي هناخد اصلاح العقيدة. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب إتقان تفسير سورة البقرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. ما موضوعات الربع الثاني من سورة البقرة؟ موضوعين. الموضوع الأول علاج العقيدة الفاسدة عند المنافقين. تاني حاجة قصة إبليس. المنافقين بيقولوا القرآن مش مفهوم، عشان كده القرآن ده مش من عند ربنا. نرد عليهم نقول لهم القرآن مفهوم بدليل ان رب يضرب ربنا امثلة بالحشرات اللي هي ادق حاجة فما فوقها في الحقارة، والمؤمنين فاهمين. وسبب ان انتم مش فاهمينه الفسق. طيب تاني حاجة الفسق جا منين؟ جا من 3 حاجات: انت ما تتعلمش، ومن العلم يوصل، وبتعمل معاصي. تالت عنوان العلاج انك تخاف ربنا بالتأمل في خلق الانسان وخلق الكون. طيب نخش بقى في قصة إبليس. إبليس عمل معصية وزال الانقياد من قلبه، وهو مش معذور لـ5 أدلة. الدليل الأول أن ربنا سمح له ويسأل عن الحكمة، وبعدين رد عليه وعلم آدم الأسماء كلها ورد عليه عملي. تالت حاجة أنه أصر على ذنبه رغم أن الملائكة سجدت. الرابع أنه أصر على ذنبه وراح لإبليس لآدم وأخرجه من الجنة بالحلف الكذب. اخر حاجة انه اصر على ذنبه رغم انه شايف ادم نزل الارض وتاب الى الله، وهو اصر وما تابش الى الله. موضوعات ربع تأمرون الناس بالبر. قصص بني اسرائيل في سورة البقرة 13 قصة. اول قصة في اقامة حجة، وستة في عهد الانبياء، وستة بعد الانبياء.
في الربع دوت عندنا أربع قصص من 13. أول قصة إقامة الحجة، إن ربنا إداهم العهد إجمالا وتفصيلا، هم أمروا الناس بالبر ونسوا أنفسهم، ربنا قال لهم الحل للصلاة، وما في الصلاة من غير خشوع، وما فيش خشوع من غير ثلاث شروط، تظن أن نلاقي ربك وتذكر نعمة ربك وتعرف أن ربنا غضب عليك، مش ممكن حد ينقذك. بعد كده ثلاث قصص أيام الأنبياء، ربنا نجاهم من البحر وانتقم من فرعون وهم بينظروا، والنتيجة عبدوا العجل فربنا انتقم منه. تاني قصة خدوا 70 يعتذروا ربنا، أما هم رايحين يعتذروا عملوا جريمة اللي هي أرنا الله. تالت حاجة ربنا قال لهم ادخلوا القرية وجاهدوا في سبيل الله، قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. دول الثلاث قصص العصيان اللي موجودين في الربع. جزاك الله خير. موضوعات ربع إذ استسقى. إذ استسقى فيها ثلاث قصص لبني إسرائيل مع الثلاثة اللي كانوا في الربع الثاني، دول الست قصص اللي حصلوا في حال الأنبياء. الثلاث قصص حماهم من موت الجسد، حماهم من موت القلب، حماهم من موت الفتنة. حماهم من موت الجسد عن طريق ال 12 عين اللي سيدنا موسى فجرهم، والمن والسلم. لو النتيجة لم يشكروا النعم ديت فانتقم الله منهم. تاني حاجة حماهم من موت القلب، ازاي؟ اداهم التوراة ورفضوها فحط في ايهم الجبل لحد ما قبلوها، وبعد كده لم يشكروا هذه النعمة وتولوا. تالت نعمة ان ربنا حماهم من موت الفتنة، قال لهم اذبحوا بقرة عشان نعرف مين القاتل وما يحصلش فتنة، فجدلوا اربع مرات. اول مرة هزوا، ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ شكرا. ما موضوعات ربع أفتطمعون؟ اربع قصص من قصص عصيان بني اسرائيل. القصة الاولى ان ربنا علمهم التوراة وامرهم بحفظها. عملوا ايه؟ عملوا اربع جرائم. بعد عن التوراة فقصت قلوبهم، وبين حرفوا التوراة عشان يكسبوا فلوس، والناس اللي اسلمت وعرفة التحريف قالوا لهم ما تقولوش لمحمد، واخر حاجة قالوا للناس انتوا كده جاي في الجنة. وطب ايه النتيجة؟ ربنا قال لهم الويل في الدنيا وفي الاخر. تاني قصة ربنا علمهم ايات النار عشان يخافوا منها، استهانوا بيها وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة. تالت قصة ربنا علمهم تلات مواثيق، ميثاق العبادة وميثاق الدم والأس وميثاق الأنبياء. التلاتة تم نقضهم لتعرضهم مع الفلوس وتعرضهم مع الرئاسة. آخر حاجة ربنا أمرهم على إدهم صفات النبي وأمرهم يؤمنوا به، ما أملوش به وتحججوا بخمس حجج كاذبة. واحد قال له كتابك مش مفهوم، اتنين قال له أنت مش يهودي، فربنا رد عليهم، والتلاتة التانية هناخدهم في الربع الجاي. ما موضوعات ربع ولقد جاءكم؟ خمس موضوعات. أول حاجة قالوا ان ربنا قال لنا امنوا بالتوراة لوحدها، فاحنا بنؤمن بها لوحدها. الرد انتم ما امتوش بالتوراة لتلات ادلة، ان انتم قتلتم انبياءها، خلفتم التوحيد وعبدتم العجل، قبلتم الاحكام لما الجبل طلع فيكم. تاني حجة بيتحججوها ان ربنا قال لنا ان الجنة بتاعتكم لوحدكم، فالرد نقول لهم فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. تالت حجة بيتحججوا فيها ان جبريل عدونا بينزل بالحرب، ربنا قال اللي يكفر بجبريل يكفر بالله وربنا عدوه. الموضوع الرابع حرب النبي بالسحر، طب جاب ليه ابتلوا بالسحر؟ عشان هم اعرضوا عن القرآن. ازاي اتعلموا من السحر؟ اتعلموا السحر من هاروت وماروت. ايه نتيجة السحر في الدنيا؟ يفرقون به بين المرء وزوجه. ايه نتيجته في الاخرة؟ ما لقوا في الاخرة من خلاق. اخر حاجة حربوا بيها النبي سوء خلق، وكانوا بيقولوا راعنا عشان تحتمل معنيين، ربنا قال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا تحتمل معنى واحد. موضوعات ربع ما ننسخ، الربع السابع في الجزء الاول في سورة البقرة. ثلاث موضوعات، كيف نقضي على فتنة النسخ، ما الأمور الخمسة اللي تشبه بها اليهود بالكفار، وكيف نتعامل مع اليهود. طب كيف نقضي على فتنة النسخ؟ نبين العقوبتين اللي هيكرر كلام اليهود في النسخ. تاني حاجة نبين طريقة الانتقام من اليهود اللي نشر فكرة النسخ، نعفو ونصفحه حتى يأتي أمر الحرب، وفي انتظارنا دوت نزود العبادات. بعد كده ايه الخمس أمور اللي تشبه بيهم اليهود بالكفار؟ قالوا الجنة لنا لوحدنا، غيرنا كفار، قالوا ان منعوا العلم، قالوا ان ربنا اللي ولد، وقالوا خليه يكلمنا. طب كيف نتعامل مع اليهود؟ باربع قواعد، اول حاجة نبشرهم وننذرهم، تاني حاجة لا نرضيهم ولا نتنازع مع مردنهم، تالت حاجة ان احنا ننقي الخاشعين منهم، اخر حاجة نذكرهم بنعمة. ما موضوعات ربع إذ ابتلى؟ واحد، لماذا فاز إبراهيم؟ لأن ربنا ابتلاه بكلمات يعني أوامر قوية جدا فأتمهن.
كيف فاز سيدنا إبراهيم خد جائزتين، جائزة الإمامة وجائزة الخدمة، إن جعلك للناس إماما وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طاهر بيتي. كيف حافظ على هذا الفوز؟ عمل أربع حاجات: مشكلة الأكل، دعا ربنا قال وارزق أهلهم من الثمرات، مشكلة الكعبة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، مشكلة النسك دعا ربه وقال أرنا مناسكنا، والأجيال القادمة طلب طلبين: طلب وابعث فيهم رسولا منهم اللي هو النبي محمد، والطلب الثاني إن هو وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب. طيب خاتمة موضوعين: أول حاجة إن دعوكم ادعوهم، لو قالوا قولوا هودا أو نصارى تهتدوا ردوا عليهم، ولو جادلوكم اتبرأوا منهم وقولوا لنا أعملنا ولكم أعملكم وجيبوا دليلين إن هم كذابين، أنتم أعلم أم الله؟ والدليل الثاني كتم شهادة عند أم الله. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب إتقان تفسير سورة البقرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني.